السلام عليكم، معكم هنودي من قناة أوسوم جيمينج، وأهلا بكم يا أخوان في الحلقة الثانية من لعبة ستري. في الحلقة اللي فاتت كنا قاعدين نستكشف المدينة، قاعدين نشوف كيف نتحكم بالبسة، وقاعدين نشوف رجل آلي صغير كان معانا. وقفنا من لقينا رجال آليين كانوا ساكنين في مدينة حقتهم، فالآن راح نكمل. So let's go. أوكي. ساعدنا. Don't hesitate to call me. Okay. Talk to Momo up in the big building. اللي هناك هو. Okay. With the orange neon sign. He's the only one we've got. Okay. Let's go. لازم يروح عند المبنى هذا اللي فيه علامة برتقالية. يا أخي ليه تعجبني تصميم الروبوتات هذه؟ وري. السلام عليكم. تعرف الطريق بس. الله يا أبو جبل. روح. روح أبو جبل. لا لا أبو جبل حبيبي. سلك فوق. ولا ما أدري هو الطريق فوق. يا أبو جبل خل عنك الدلع. Okay. Nice one أبو جبل. جود بوي ابو جبل. والله جدول التسلق كانك بس. اوكي دودو قال الباب. والله فتحوا الباب. السلام عليكم، معك ابو جبل. ايش عندك في البيت ها؟ يطيح له. كيف تشرب؟ هذا اول شيء حرام. اثنين انت روبوت. جوي ابو جبل عزف لنا كلاري ديلون. الله شكرا يا كاني بيست. اطلع بجول استكشف. ايش عندك هنا ها؟ هذا ابو خلود قاعد يسوي يا ابو خلود خلاص. وري ما زين المقطع يا ابو خلود. ياب طيب هذه خربت عليك. وريك انا اجيب بسه على بسه زي كذا وبسميها ابو جبل. ايش هذا؟ طيب اوه قاعد يفتكر الان. نايس اوكي خلينا يفتكر كويس. ايوه ابو جبل طيح ستار. نايس ابو جبل شو الحركات هذه؟ طيب الان احنا تفرعنا على المكان اللي المفروض اساسا نروح له. اوكي روح ابو جبل. انكر ابو جبل. انكر ابو جبل. اللعبه هي حلوه تعطيك طابع كيوت بس كذا في غموض فيها ما ادري شو. السلام عليكم. اوكي معلش. معلش غلط. هذا ايش يعني انا خوفته ولا ايش؟ هل انا السبب دحين؟ اوه اوبس والله من الدلع. بعد خلينا ننظف. ارجل واحد في اللعبه ابو جبل والباقيين كلهم روبوتات. عنك 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 عنده مغسلة. يا رجال كلكم روبوتات. امزح عشان جوجل بس ولا اي واحد يتفرج عنده اليكسا. تبوا يا اخوان انا جايب جوجل عندي 3 سنين عشان لما الروبوتات ينقلبوا علينا جوجل تصير صاحبتي. ايش اخذت؟ نشوف المحل خلاص كفي. نظف بس ها. قال نظف بس. طيب وري. طيب ما في شيء هنا. طيب نروح مكان نحن خلاص طولنا والله مره طولناها هنا. خلاص. جبل اتسلق. جبل مشكلته برات الاي كيو عنده ناقص شويتين. ما الومه لانه بس في النهايه. سؤال الحين هم روبوتات ليش يحتاجون مكيفات؟ او صح تبريد هوائي بي سي. ها عجيب هذا عنده ار جي بي. هذا الوحيد اللي فيهم عنده ار جي بي. قبل نكلمه. اوكي انعكس الطريق لما امشي يسار روح يمين واليمين روح يسار. وات اوكي خلاص ابو جبل والله يكفي لعبنا كثير بس حفر. لا خلاص. السلام عليكم. وري. Oh,
لا 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 تسب لا تسب لا تسب ها سيمز فيري ساد هي ميس هيز فريندز. اوكي فين نروح نفايند ذا اذر نوت بوكس؟ مو ما عليك صح لسانك. هو قاعد يفتكر الحين. اوه في صورة بقرة، هذا لازم يتابع وجهه اللي ما يحط لايك. اوكي نروح هناك يعني. نط وما عليك. اوه لا لا تلفريك تلفريك اركب اركب ابو جبل. ليتس جو. لا ابو جبل الكنب. اوه نايس. يا ابو جبل خلاص خلي عنك النوم. بس يبي ينام. العب يا ابو جبل. نايس. This one seems to belong to someone named Clementine. His eyes, I know this look. He will not come with us. Let's find the other notebooks. Okay, طيب فين نلقاهم؟ How can we find the other notebooks? خذها. اي شيء اي شيء موجود في البيت خذها. اتوقع الحين يستكشف البيوت. الله العالم شو البيوت واحد واحد. ليتس جو وصلنا. لا هذه ممكن نحتاجها بس انا شلتها ما اعرف وين راح ارميها فخليها هنا عشان نجيب العيد. اوه هنا اي نايس. دخلنا دوي 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 دوي. يا ابو جبل مو وقت الاكل عطشان شو نسوي له عاد؟ اوكي نايس. خليه يفتكر. ها ابتكرت؟ ما حلو افتكر 14% من ذاكرته. نرجع فوق ها؟ اكاتشي ابو جبل. اوكي احنا دخلنا هنا، ايه دخلنا هنا بس ما لقينا شيء يا اخي، ولا انا ما انتبهت. المفروض نلاقي شيء هنا، بس ما لقينا شيء هنا. اوكي هذه هي. اوكي. خلاص اخذناها. مكسور هنا وانا مضيع. الان خلينا نروح الروف توب. والله بجو البطل الاولمبي. شكلها النوت بوك. دخت انا اصبر. يا اقدر اطيح الكتب والله طيحتها انا. اوكي. اوه اتوقع في شيء لازم في مفتاح لازم اجيب عشان يفتح السيف. الثلاجة مهجورة. اوكي. يور سيف يو نيد تو بي مو كيرفول وذ ذيس. اوكي. اوكي نايس جيب المفتاح. يعني بايش نفتح السيف؟ اكيد مو يا اخي خلاص المفتاح اللي معانا. ابى اخذ البس هاي طيب. اوكي هاي اوكي. اوكي يلا ليتس جو نرجع لمومو. مومو لا 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 ليش؟ مروق الكلبه. لا لا مين سمح لك تروق هنا؟ قوم. طيب ياخذ غفو يا والله كيوت. لا لا خذ غفو راحتك بيني وبينك حتى انا باخذ غفو. اجمل لعبه صراحه ما عمري شفت لعبه تديك غفو. دقايق هل حينام ويجي الصباح؟ والله وحيجي الصباح. شكرا للعبه. قول لي انه يجي الصباح بليز. والله مسكين تعب من امس. دقيقة بشوف هل يجي الصباح ولا لا؟ نام نام يا حبيبي. A few moments later. يا رب يجي الصباح. 3 days later. I'll wait. It's okay. عندي اليوم كله انا ما عندي مشكلة. خذ راحتك. 3 weeks later. شكله نام من جد الرجال. والله حقه. شوف الصورة صارت ابطأ. لا لا والله زي ما هي. Tomorrow. اوكي خلاص خلاص طفشت. خلاص قوم 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 ابو جبل. يلا يلا. ايوه تمد يا عمري. خذ راحتك خذ راحتك اخي صحيح قوم قوم قوم. خليه يوريه.
عبيري كمان. اوكي حقك ما مشكله. يلا خلينا نروح لمومو. ليتس جو. السلام عليكم مومو حبيبي. شوف ها يلا الحين بيصلحها، بيصلح الجهاز. ما ادري شو الجهاز اللي مرك الصراحه. بس كلهم يعني كانوا مشترين اغراض عاديه في وجههم، لا هذا مركب ال اي دي. نايس. هل صار خوينا دحين؟ صار خوينا ولا لا دحين؟ بس بعرف انا. انا اتكلم مع بيتول وتفاهم معك، ما عندي اتكلم معك. بيتول هو مدير اعمالي. اعطيني. لا ما ابغى كشاف. اعطيني. All the way on the top of that big building. اوكي. خليك معي انا عجيب. لا يا شيخ اجي في الشنطه. خليك طاير، عجبني شكلك وانت طاير. يا اخي من فترة طويلة ما قد لعبت لعبة يعني احس اني مندمج فيها واحس انها رايقة كذا. لا فعلا اللعبة رايقة. التصميم حقها انا مرة يهمني هذه الاشياء في اللعبة. اي لعبة العبها يهمني التصميم حقها. اوه دقايق يا شباب. يا شيخ انت يلا يلا بس. يلا اطف انت وياه. ابو جبل هذا يلعب في البيج ليكس، انت هو لساعكم. يا رب ما يتسلقوا، يا رب ما يتسلقوا. امزح امزح امزح. جبل عليك بالهرب. اوه شت. فك 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 فك. جبل 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 جبل. و المفروض نروح هناك. ها جبل عليك بالهرب. ايه حبيب هذا ابو جبل، هذا ابو جبل. يلا يا انت يا يلا يلا هطف. يلا يا ولد هطف انت وياه. احس لو خدمت اللعبه بعد ما ختم اللعبه بشتري بس. سميها ابو جبل على طول. هي خليه يفتكر. افتكر يا بي 12. بس انا قهرني انه ما في نور شمس. ما ادري مسويين فيها جوثم مع راسهم. اوكي. ابو جبل خلاص خلاص كفي. اوه ابو جبل لا تطيح. خفت عليه والله. ابو جبل انتبه 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 ابو جبل. بسم الله عليك ابو جبل. جبل لا تسوي الحركات مرة ثانية. ولعب يا ابو جبل هاك كمان. ربي ابو جبل مو هي كل اللي احسه وجهه. ابو جبل ميو ميو ميو. والله شكرا ابو جبل شكرا. قول لك كلام جاي ها؟ عز يا ابو جبل عز. بس 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 قبل ما اخذ البلندور 8 مرات. والله يا ابو جبل اني اخاف عليك. اخاف عليك اكثر من نفسي ابو جبل. اسكو ابو جبل. مين؟ هذول كلهم يمين ايش تسوي ابو جبل؟ هذه هذه ابو جبل عشان يطيح هذا شو دحين كلهم يصير يطيح يصيحوا ويطيحوا فعلا. الله الله يا ابو جبل انت لا صاط يا ابو جبل داخل عندهم حارتهم. لا لا ابو جبل تو فار تو فار. عندي احساس انهم بيصحوا كلهم من حقوني بعدها بيصير كتسين او اموت. ابو جبل شوف ابو جبل قايل لك ابو جبل اسمك ابو جبل ما يتحرك زي كذا الا انه رجل فاهم. ابو جبل الله يقلعك. ابو جبل ايش يسوي ابو جبل؟ انكر ابو جبل انكر ابو جبل ابو جبل اذهب يا رجل اذهب يا رجل. ابو جبل
بجيب الواتش ويدو بجيب الجلمي او تعال ابو جبل اوه يا رجل اوه يا رجل والله علاش نخاف معانا ابو جبل اي والله قال اسمع انت يا بزر اطول الكلام ها اسمع بزر انت يا اسمع بسرعة انت بسرعة افتكر بسرعة مو وقتك مو وقت سوالي ابو كشيخ قاعد افتكر لي في نص الحرب ليش انت سكن يا ابو جبل وقت غفو يا بزر انت يا اسكت شوف ايش نسوي ايش نسوي ابو جبل لا يا ابو جبل انقلع يا شيخ دقايق يا شيخ جبل يصعد يلا بس قارن نفسك مع ابو جبل يا ابله انتو هو اما ابو جبل دوري الانجليزي انتو دوري يلو اوكي طيب ايش الحل هذه الرافعه اوكي طبعا الله يقلعك يا ابو جبل انا ايش اسوي الحين انكر ابو جبل 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 انكر السلام عليكم يلا يا وانت يا هذا ابو جبل اجهلينا نعم ابو جبل ينجح والكلاب تنبح يلا فوق ابو جبل يا مرجله اكل ما اقول لك وصل ابو جبل وصل فوت شغل شيء هذا ما تفتح الباب حتى الله يوفقك يا شيخ الله يحفظك ويعافيك يا بلده كبدي طيب هذا ايش؟ يب هذا ديم نسيت الموضوع نسيت انه معانا اساسا ليش والله تعلق ابو جبل كثير سلام هذا كله عشان يوصلوا نت للمدينه يا اخوان خلاص يعني خلصونا شغلوه كله مره واحده طب متى يجي الصباح اوه ابو جبل والله يا رجل لوك ات ذا فيو اتس بيوتيفول فروم هير اي والله صادق والله لا جميله والله من فوق تعد The outside was a disaster. ليش؟ بعرف ليش إيش صار. But if you come from there, it must mean it's safe again. Yeah, إحنا كنا من the outside. بس كنا في مجاري إحنا. Find Momo. Yeah, let's go. هذا بدأ يفتكر كويس. الحمد لله نتفلكس مو اللي مسوي اللعبة. كيف أجي كيف؟ قط المثلي. كيف ما لهم دخل. قط مثلي. يا شباب بسه. والله أبو جبل شايل هموم الدنيا. وشايل معه روبوت. بس شوف صامت انا قدوتي يا ابو جبل على قد هم الدنيا اللي عنده شوفه ضايع والله انه اخوانه مكبر بالحياه فانا انا قدوتي يا ابو جبل زيه اي هم عندي اكمل زي ابو جبل شوف ويرجع البيت يا اخي ابو جبل يا اخي اسطوره يا اخي والله اي لاف يو ابو جبل روح ما يتعب ابو جبل if you're reading this means you're still alive excellent I took some equipment to the bar to take advantage of the okay Look, I've locked the window, but the code to open is it's. لا كثر الله خيرك. قال في code at the window. Which window is it? هذه. فين البار؟ لو مكتوب ذا بار هنا على طول. يعني ليش روح بار؟ رجل آلي قبل قط في بار. أوه هذا البار تحت. بوب ابو جبل ان ذا هاوس لا يا شباب صلوا الحبيب دقيقه اصبر خلينا نشوف الدور الثاني اصبر حبيبي
استكشف المدينة. ايه افتكر ايه اقول لك استكشف. افتكرت. حلو. العب ابو جبل. لا ابو جبل لا تخرب. ما اخونا ابو جبل لو ما دخلته كلها جوا. ابو جبل محترف بلياردو. كل مقاعد بلياردو والبلوت كان يروح ابو جبل والبولينج. السلام عليكم. والله شكرا ابو جبل. بينزل لي بس. باك بعد احلى جيم بلياردو. هناك حبيبي خلاص يلا ها. يدك لا اكسرها ها. صوتنا الفاضي ايش يصلي على النبي وهذا اللي كان يشرب Your business is none of my business. طيب هذا الشخصيه اللي يجيك في نص الفيلم يعطيك نصيحتين ويمشي. يلا سري هاطف. شوف حتى ابو جهل قاعد يحق. ابو جهل مين؟ ابو جبل. لحظه ابو جبل لا ما اتكلم. اوه قالها الان. لو انت اسمع اخلاق شويتين ها؟ يلا خوينا يا شيخ. يلا يا مومو. جبل وبي 12 ومومو. ذا بيست تيم ايفر. اي نظف يا عطف. نظف قال يلا بس تسوي معصب يا عطف. ايوه. كوبري لا حشم نفسك ما يداخل من هنا. الله يعيني عليك بس يلا السلام عليكم. طلع الحبيب صلي حبيب صلاح يا حبيب هذا ما ذكرك بشيء شوف. ما ذكرك بشيء هذا حق ابوك. يلا تفتح الباب لخوينا انه هو والله ودي اكلمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف على ابو الدخان ما شاء الله هذا ابوك ها. ايش كاتب يا كلب؟ تايمر تشيل اوكي. ابو جبل خلاص اطيح الصور كلها. يا ابن كلو طيب بكرة بخوينا بتكلم معك بس يمكن انا احلها. اوه عرفت بس 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 عندي الساعة 2:05:01 2:05:11 بس ابد ابد 2:05 وربي مرجل يا ابو جبل علم يا هطف. ابد والله ما تدخل قبلي. ايش رايك على اللي صاير؟ بس يعني هذا كلش انت تقول زي كذا يا ابله خوي تعال. هذا مقفل الباب قيل ادب والله. اشوف سوينا اللي علينا وجبنا لك الرب السري حق غرفه الباقي عليك والله. بابا always just talkers okay. والله شكرا يا ابو جبل اقسم بالله رايك ولا يقول كلمه بس يقول بس. الحين فتحت الباب ها مسوي معصب يا هطف. شغال عندك انا كل شويه. طيب سر لا شباب السلام عليكم. شباب احد يعرف ال
البارة يعني مصممين نروح البارة. على بمومو يو يب كيك. Did you ask at the bar? Dude, I'm in the bar. His office is just left off here near grandma shop. There are signs all over his door. Okay. Left from here. Okay, صار من هنا. غالي تعرف فين؟ اليوت. اليوت بروجرامينج. بارتندر حمار ولا حمار؟ داي داي. اجل بس خذ خذ تستاهل. سمعني. باخذ قفو وانت اعزف ها؟ والله رهيب. والله فريم جميل. بس خلاص خلاص. لا لا صلح حبيبي صلح حبيبي صلح حبيبي صلح حبيبي. اقول لك تعرف ان اليوت يعني ما تعرف ان اليوت ها شو هذا محل اليوت ولا انا مضيع اوكي ابشر بي والله اسلم اسمه عزوز اسمه عزوز يا امك هاي تعرف فين اليوت يا غالي والله قاعدين ندور من اليوم كله محل اليوت فين جراند ما كلودينج اوكي جنبها جنبها والله معلش يا جد بس انا بسال عن اليوت هيز ليتل ويزرد شكرا يا جدة احترام حتى وهي آلية بس احترام من جدة 5 minutes later لا انا يعني انا وشيت هنا ومحل اليوت كان هنا اوكي خلاص 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 الحين احس اني حمار اكثر خلاص دق الباب اليوت السلام عليكم خلاله من اول ها اليوت حبيبي انا دقيت الباب السلام عليكم شوف يا اليوت يا غالي when he gets like this what we'll bring him some clothes طيب طيب يا حيوان لازم اشتري ملابس من الجدة الكتريك كيبل اوه لا لا شوف انت شغلكم مصلحه كلكم ها لكن طيب الواحد يبى شيء عشان يسوي لي شيء سيني كفي المرحله الجايه ان شاء الله نكمل انا قاعد اصور تقريبا ساعه وربع خلاص كفي الان الفيديو الجاي راح نكمل اوكي المهم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا قاعد تتفرجوا هذه الحلقه لا تنسوا لايك سبسكرايب كان معكم فيديو اوسم نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله ويلا السلام عليكم